هذا ما تجنيه ألمانيا من سياسة فتح الأبواب أمام اللاجئين السوريين لديها، والتي انتقدتها دول كثيرة في طريقة تعاملها مع هذا الملف. النسبة الأكبر من اللاجئين السوريين هم فئة الشباب الذين يحتاجهم سوق العمل في ألمانيا، مع ارتفاع نسبة الكبار في السن بين الألمان وفقدان الشباب الألماني الرغبة في التدريب المهني، لتتوجه معظم الشركات والمعامل إلى اليد العاملات الوافدة من اللاجئين لسد احتياجاتها بعد خضوعهم لنظام تدريبي من قبل مكتب العمل الاتحادي. عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين انخرطوا بشكل إيجابي في سوق العمل من خلال بوابة التدريب المهني، بالإضافة إلى تأهيل أصحاب الشهادات الدراسية، بعدما اتجهت الحكومة الألمانية نحو سياسة القانون 3+2 الذي يمكن طالبي اللجوء الذين رفضت ملفاتهم بالاستمرار في التدريب مدة 3 سنوات والعمل 2 سنة دون ترحيل، بهدف تشجيعهم على العمل في المجال المهني. معهد دي اي دبليو الألماني المختص في أبحاث الاقتصاد أعلن خلال دراسة عن اللاجئين في مختلف الشرائح أظهرت فيه أن السياسة التي سارت عليها عملية اندماج اللاجئين كانت نتائجها ناجحة في العديد من القطاعات، مع الإشارة إلى أن اندماج اللاجئات كان أبطأ من الرجال. السوريون في كل مكان في بلاد اللجوء ما يزالون يحققون التفاعل في المجتمعات المضيفة، وإن بدرجات متفاوتة، ليستمروا في حياتهم ويصنعوا أملهم بأيديهم.